A runner whose mass is 60 kilograms runs in the positive x direction at a speed of 7 meter per second. في البارت A بيقول لي what is the kinetic energy of the runner. The runner turns around and runs in the negative x direction at the same speed. يعني برضو بسبعة متر بير سكند بس المرة دي in the negative 6 in the negative x direction. بيقول what is the kinetic energy of the runner. طيب الرانر اهو مرة بيجري يمين بسبعة متر بير سكند ومرة يسار وهو بيجري يمين بيسألني قد ايه كاينتك انرجي. كاينتك انرجي اللي هي نص ام في سكويرد. طب نص الماس قال لي بسكست كيلوغرام الفي بسبن الكل تربيع فيطلع الناتج 1470 جول. طيب بيقول بعد كده ان الرانر اتدور ومشي بماينس 7 متر بير سكند. ركض 7 متر بير سكند باتجاه النيجاتيف اكس دايركشن يعني بماينس 7. هل هيفرق معايا في الكايناتيك انرجي اللي هي نص ام في سكوير؟ هي نص ام فماينس 7 لكل تربيع. هنا كان 7 لكل تربيع ونلاحظ ان الاس الايفن اللي هو 2 و4 و6 بيشيل السالب. فمش هتفرق القيمة دي عن القيمة دي فالجواب بيطلع ب 1470 جول. يبقى الكايناتيك انرجي لا تتوقف على اتجاه الحركة هي نص في الماس والماس ده ما بيفرقش وطالما الفي كونستانت يركض بيها في أي اتجاه هيطلع نفس الكايناتيك انرجي.